ضبط الحدود في المعابر الحدودية النظامية. بسبب موقعها الاستراتيجي، تؤدي المملكة الأردنية الهاشمية دوراً هاماً في المنطقة، من حيث التواصل بين الناس وتوفير البضائع للدول المجاورة وما يليها من دول. لقد تضاعف عدد القاطنين في الأردن وكذلك الزائرين في السنوات العشر الأخيرة، فهناك المهاجرون واللاجئون والزوار من الدول المجاورة ومن كل أنحاء العالم، ممن يصلون إلى الأردن بغرض الإقامة أو العبور إلى مكان آخر. وكذلك يأتي الكثيرون إلى المملكة الأردنية الهاشمية بغرض الدراسة أو العمل أو سعياً للعلاج الطبي أو زيارة أماكنها التاريخية. ولا ننسى هنا أن الأردنيين أنفسهم يسافرون إلى الخارج بشكل أكبر من قبل ولأغراض متعددة، ونتيجة لكل هذا ازدادت وتستمر بالازدياد حركة الأشخاص والبضائع عبر نقاط الحدود الأردنية من أجل مساندة السلطات الأردنية في مواجهة هذا التحدي. وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة برنامجاً طموحاً في ضبط الحدود. ولكن كيف يستفيد الناس أنفسهم من هذا البرنامج؟ فلنحكي أولاً عن توفير بيئة تحتية أفضل للنقاط الحدودية المغطى بهذا البرنامج، وكذلك عن تطبيق إجراءات أكثر فعالية، مما ينتج عنه زيادة في تدفق التجارة عبر هذه النقاط الحدودية القادرة على إنجاز الإجراءات بسرعة وانتظام. وهكذا سيتمكن المزيد من السياح من زيارة الأردن، وسيرغب المزيد من الناس بالقدوم للاستفادة من شتى الخدمات التي تشتهر بها المملكة في المنطقة، ما سيخلق فرص عمل جديدة ويصب في تحسن الاقتصاد الأردني وينعكس إيجاباً على المنطقة ككل. إن قمت بزيارة الأردن، ستكتشف بسهولة مدى أهمية ضبط الحدود بالنسبة لك كشخص، لأن المسافر عبر نقطة حدودية تدار بشكل جيد سيتبع إجراءات واضحة وشفافة، مما يجنبه إضاعة الوقت. ألا تشعر بالراحة عندما تعرف ما الذي يتوجب عليك عمله وأين يجب عليك التوجه؟ في مثل هذه الأوقات، حيث التواصل بين الأردنيين والعالم أقرب من قبل، نحن ملتزمون بالعمل معاً لجعل السفر أكثر سهولة وأماناً للجميع.